القضايا التي نتناولها هي قضايا مهمة ومختلفة وملحة لمنطقة تمر بفترة استثنائية. بالنسبة لنا نحن جزء من هذا المشهد الإعلامي الكبير الذي يواجه تحديات مختلفة، ولكن ما نحاول أن نحافظ عليه هو أن نكون مقنعين. والطريقة الأضمن من وجهة نظرنا للحفاظ على ثقة المشاهد هو عدم تحريف القضايا عن مسارها الحقيقي أو تحويلها لغير صالح المجتمع. قضايانا الأربعاء 11:30 مساء بتوقيت اليمن.